القوس. القوس ناري بس على هادي، يعني بيتضايق بسرعه وتلاقيه بيتكلم كتير، وانت 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 وانت، بس بيهدى على طول. يعني ما بياخدش وقت في انه يتصالح او انه تفضلي تحايلي فيه كتير وبتاع، ممكن بكلمه خلص الموضوع، يخلص تماما، يخلص تماما، وبيحقيقي مش مش بيداري. لا بيعدي على طول. ستات زي الرجاله، ورجاله الستات بيتكلموا اكتر شويتين، الرجاله لا ممكن اهدى شويه، الستات بس تقعد تلوم كتير، وانت ازاي تعمل كده، وانت مش عارف ايه. خلاص ما تزعليش، طب خلاص حصل خير، يا كده كده.